المولى لا ينسى عبدا، يعطيه نعيما يتبدى. فاذكر لله فضائلا، لا تنقض للمولى عهدا. واشكر وقدر نعمته، لا تنسى العفة والحمد. واحفظ للنفس كرامتها، علمها التقوى والزهد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. كلمة كل حامد، أو كلمة كل حامد وكل شاكر، نحاول أن نبدأ بها في كل مرة، لأن برنامجنا نعم منسية. نحاول أن نذكر أنفسنا والناس بنعم الله جل وعلا، لتخرج الكلمة من قلوبنا الحمد لله، لنرددها بعد الصلاة ونحن نفهمها 33 مرة الحمد لله الحمد لله الحمد لله، لنستشعرها ونحن سجود، لنحمد الله جل وعلا على النعم التي أنعم بها علينا. ودائما في كل حلقة لا يفارقنا محيا أخي الحبيب الدكتور غريب رمضان، الذي يشاركني وأشاركه في أن نستشعر نعم الله جل وعلا علينا. والليلة بإذن الله جل وعلا مع نعمة جليلة كريمة، الحمد لله أننا من أهلها، أننا من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. شرف، شرف أننا من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. ومما زادني شرفا وتيها، وكدت بأخمصي أطأ الثريا، دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن أرسلت أحمد لي نبيا. الحمد لله أننا من هذه الأمة الميمونة، أمة مفضلة، أمة مباركة، أمة مرحومة، أمة زكاها الله جل وعلا، أمة اختار الله جل وعلا لها نبيا ذا قدر، بل هو أفضل الأنبياء قدرا، أمة اختارها الله جل وعلا وجعلها أشرف الأمم، أمة هي آخر أمة لكن هي سابقة الأمم إلى الجنان، وسابقة الأمم إلى الحساب، أمة أعد الله جل وعلا لها باب الجنة الأيمن ليدخل صنفا منها من الجنة لا يدخل غيرهم، أمة كريمة هي نصف أهل الجنة، أمة هي في العدد أقل أمة لكنها أعظم الأمم في الجنة فضلا من الله جل وعلا ونعمة، أمة شرفها الله جل وعلا فلم يدع عليها من قبل نبيها، بل ادخرت الدعوة لتكون لها من قبل نبيها صلى الله عليه وسلم. الحمد لله أننا من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله يا دكتور رهيب أننا من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله إن احنا حظنا في الجنة كبير. الله أكبر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنتم توفون، وفي رواية تتمون، نعم، 70 أمة، نعم، أنتم آخرها وأكرمها على الله. نعم. آخر الأمم، آخر الأمم دي اللي هي أمة من 70 أمة، نعم، لها ثلثا الجنة. الله أكبر. مش نص الجنة، لا، تلتين الجنة. أنا بجيب من الآخر. طب لا، قبل ما تقول دي ما بتدرجش، قبل ما تقول تلتين الجنة، طب إحنا أصلا بالنسبة للسبعين دول كم في المية؟ لا، ده عدد، ده مش هي، مش القضية مش نسبة. لا انا عاوز اعرف نسبه الامه بالنسبه للامه قد ايه، واللي هيدخلوا دول في الجنه بقى قد ايه. يعني 1 لـ70، يعني 1 لـ70، ما يعني ما تقلش عن كده. يعني ده انا عاوز اقول كمان الحديث العظيم اللي حضرتك قلته دون، النبي عليه الصلاه والسلام قال: عليه الصلاه والسلام، انما مثلكم في الامم قبلكم كمثل الشعره البيضاء في جلد الثور الاسود، او كمثل الشعره السوداء في جلد الثور الابيض. يبقى ده يؤكد على ان نصيب الفرد في الجنه اكثر بكثير من مثيله في العمل من اي امه ثانيه. فتلتين الجنه ازاي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انتم او اهل الجنه 20 و100 صف، 120 صف، 120 صف، 80 منكم و40 من سائر الامم. الله اكبر. 80 تلتين أهل الجنة. 80، يعني تلتين الجنة لأمة النبي عليه الصلاة والسلام. ده ليه؟ ده ليه؟ لأنها أمة النبي عليه الصلاة والسلام. ربنا عز وجل أراد أن يكرمها، تعمل عمل قليل وتعطى أجر كثير جدا جدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، حديث رواه البخاري ومن حديث ابن عمر، يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: إنما مثلكم
ومثل اليهود والنصارى نعم. كمثل رجل أو كرجل استعمل أجراء نعم. فقال من يعمل لي إلى نصف النهار على قيراط. دي مقارنة بين اليهود والنصارى والمسلمين بس. إنما مش الأمم كلها نعم. من يعمل لي إلى نصف النهار على قيراط. فعملت اليهود يشتغل وياخد أجر أدي نسبة قيراط. القيراط ده قد إيه هنسيبه نعم. ثم قال استعمل أجراء آخرون وقال نعم. من يعمل لي من نصف النهار حتى صلاة العصر على قيراط. يعني من فعملت النصارى من الفجر لغاية الظهر 8 ساعات على قيراط, ومن الظهر إلى العصر قيراط 3 ساعات على قيراط أو 4 ساعات على قيراط ثم قال من يعمل لي من صلاة العصر حتى غروب الشمس على قيراطين فهذه أمة الإسلام. يعني الساعتين الأخرى ولا ساعتين نص الأخرى مش قيراط, قيراطين. فقالوا غضب اليهود والنصارى فقالوا ما لنا نعمل كثيرا ونؤجر قليلا. يعني أقل أجرا. إذا ما قرنت بإيه باليهود إنما هو أصلا الشرط اختل مع عز الله إن ربنا عز وجل لا يظلم لا يظلم. قال قيراط من الصبح لغاية الظهر فخلاص خدتوا حقكم قيراط من الظهر للعصر خدتوا حقكم جاء ناس بقى ربنا عز وجل أراد أن يكرمهم عشان كده رد ربنا عز وجل قال هل ظلمتكم من حقكم شيئا قالوا لا قال فذلك فضلي أصيب به من أشاء فذلك فضلي أصيب به من أشاء فضل أمة النبي عليه الصلاة والسلام يعني مثلا تريد ربنا عز وجل أراد أن يكرمها. لو أنا قلت الواحد اللي اشتري العشر كراسي دول يدخلهم عندي في البيت هديله 50 جنيه جي ناس أنا حبيتهم اشتالوا رحت مديلهم 10,000 جنيه لا مع إن الأجرة مع إن الأجرة الأصل 50 ما ظلمتهمش ده أنا كرمتهم لكن أنا زودت من عندي ولله المثل الأعلى يعني ده كرم من الله جل وعلا بدون من يظلم درجة 10,000 يا دكتور أكثر من كده يا دكتور غريب والله أكثر من كده طبعا أنا وأنا ببحث في موضوع نعمة أمة النبي عليه السلام بقرأ كنوز أعطاه الله جل وعلا لأمة النبي عليه السلام والله في الحديث التناسب قراط وقراطين أيوة الحديث يا دكتور غريب في رواية تانية الحديث في الصحيحين أيضا من حديث أبي موسى الأشعري مثل اليهود والنصارى والمسلمين كمثل رجل استعمل أجراء على أن يعمل له من طلوع الشمس إلى الظهر على أجرة فعمل اليهود ثم قالوا لن نكمل لك عملك ولا حاجة لنا لأجرك مش هنكمل أصلا العمل ومش عاوزين الأجر قال اعملوا تمموا عملكم وخذوا أجركم قالوا لا تركوا العمل أصلا ما كملوش فجاء اليهود جاء النصارى استعملهم من الظهر إلى العصر على نفس العمل يعني انت جبت معلش بالمثل انت جبت واحد يبني لك أو يدهن لك الشقة ده دهن الأبواب ودهن الحيطان وعمل وناس آخر وشين جي واحد عمل قال لك خلاص أم مش هكمل العمل يا عم خد فلوسك أم مش عاوز الفلوس ولا هكمل يا عم ده وشين بس باقيين سابهم جاء النصارى فعملوا من الظهر إلى العصر على نفس الأجرة اللي بتاعت اليوم كله ثم تركوا العمل وتركوا الأجر وجاء المسلمون فعملوا من العصر المغرب وأخذوا أجر الفريقين مش النبي قال ذلك في الرواية الثانية صحيح أخذوا أجر الفريقين فالمسلمون عملوا قليلا وأخذوا مش أجرهم بس ده أجر الفريقين كذلك نعم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء فالله جل وعلا أنعم على أمة النبي عليه الصلاة والسلام بكنوز أنا حركة دكتور غريب لما تروح تزور مريض في دقيقة لما تروح تزور مريض في دقيقة طلعت السلم سلام عليكم أسأل الله العظيم رب العالمين أن يشفيك سلام عليكم وعليكم السلام مشيت يعطيك الله جل وعلا 70,000 ملك يستغفرون لك من المغرب إلى الفجر سبحان الله 70,000 ملك لما أنت حضرك يهديك الله جل وعلا أنك من أمة النبي عليه الصلاة والسلام والحاجات دي خفي كثير منها عن من كان قبلنا من الأمم يعطي الله جل وعلا لأمة النبي عليه الصلاة والسلام أن من قال مثلا في التشهد التحيات ما هي دي خاصة بأمة النبي عليه الصلاة والسلام التحيات لله
والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه يصيب بدعوته كل عبد صالح بين السماء والأرض. كل مسلم كان قبلنا وكان جاي بعدنا، لا ده كل عبد صالح سواء مسلم سواء بشر أو غير من غير البشر، أنت كأنك بتقول له السلام عليكم، يعطيك الله جل وعلا أو يعطيك الله جل وعلا أجر السلام على كل هؤلاء. خفي هذا إلا على أمة النبي عليه الصلاة والسلام، شرف أمة النبي عليه الصلاة والسلام، شرف عظيم. بلغت الأمة من شرفها، نعم، أن جعلها الله عز وجل شهداء، مش شهداء بمعنى يقتل وينال الشهادة، لا، شهداء الله، يقبل الله شهادتهم، يقبل الله شهادتهم. نعم. يقول الحديث الصحيح، نعم، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: مر بجنازة فأثنى الناس عليها شرا فقال وجبت، نعم، ثم مر بجنازة فأثنى الناس عليها خيرا فقال وجبت، فقالوا له: ما وجبت يا رسول الله؟ فقال: مرت الأولى فأثنيتم عليها شرا فقلت وجبت، أي وجبت لها النار، ومرت الثانية فقل فأثنيتم عليها خيرا فقلت وجبت، أي وجبت لها الجنة، أنتم شهداء الله في أرضه. أنتم شهداء الله في أرضه، يعني الله يقبل شهادة ده في الدنيا العدل، ده لسه في الآخرة، ده لسه في الآخرة، يعني لا يقبل شهادة إلا عدل، نعم، نعم، تعديل للأمة، نعم، ده تكريم وتشريف، نعم، نعم. قال الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. والله فريب، ده ناخد طرف منك، أنا ذكرتها الآن، والله الله جل وعلا يوقف الأنبياء بين يديه يوم القيامة ويسألهم كما حصل في صحيح البخاري، يسأل نوح. الله جل وعلا نبيه نوح: نعم، هل بلغت قومك؟ قل بلغت يا رب. أنا بسأل سيدنا نوح بلغ ولا لا؟ بلغت، عندنا إحنا عندنا في القرآن ده 950 سنة قبل الطوفان بلغ، 950 سنة، 1000 سنة إلا 50 عام، والكلام ده قبل الطوفان، ده غير اللي بلغه هو في المركب وغير اللي بلغه بعد الطوفان، ومع ذلك قوم يقول لا ما بلغناش، لا شفنا نوح ولا شفنا نبي ولا شفنا رسول، شفت ما أتانا من نذير وما أتانا من أحد. هل بلغكم نوح؟ يقول قوم نوح: لم يأتنا، ما أتانا من بشير ولا نذير. فسيدنا نوح بعد 950 سنة يقول الكلام ده، قوم به. طب سيدنا نوح ده ورطة، دي ورطة في المعنى بتاعنا اللغوي، دي ورطة. فيقول الله جل وعلا لنوح: من يشهد لك؟ مين اللي يشهد لك؟ هتشاهد انك بلغت. فيقول نوح: محمد وامته. يا الله، سيدنا نوح يقول اللي يشهد لي امة محمد، فتشهد امة محمد صلى الله عليه وسلم ان نوحا بلغ قومه. يعني ربنا يقبل شهادة امة النبي الامة الميمونة الكريمة في رسول من اولي العزم الرسل، ويقبل الله شهادتها. ثم يشهد النبي صلى الله عليه وسلم علينا، وهذا قول الله جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول شهيدا عليكم. لماذا هذه الأمة أعطاه، لما أعطى الله هذه الأمة هذه الكرامة؟ ليه؟ اشمعنى الأمة دي بالذات؟ بسبب النبي عليه الصلاة والسلام، صلى الله عليه وسلم. ده مش كده وبس، نعم، عصمة الأمة، نعم، في مجموعها، نعم، معصومة، نعم، الأمة في مجموعة، في مجموعها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إن الله قد أجار أمتي أن تجتمع على ضلالة. نعم. لا تجتمع الأمة، نعم، على ضلالة، نعم، أبدا، نعم. حاجة اللي يبقى فيها إجماع الأمة، نعم، تبقى حق. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلى الله، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، اللهم اجعلنا منهم بمنك، آمين، وكرمك، آمين، يا رب، آمين، رب، لا يضرهم من خالفهم، نعم، ولا من خذلهم حتى يأتي عيسى بن مريم. نعم. دي في رواية، وفي رواية أخرى: حتى الله يأتي أمر الله وهم كذلك. يعني سيثبتوا على هذا، يثبتون على الحق إلى أن يأتنا الله، ما لهمش علاقة، اللي يخذلهم يخذلهم، هم ثابتين على الحق. كل ذلك بشرف الانتساب للنبي صلى الله عليه وسلم، من فضيلة أمة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أنها معصومة في ظاهرها. في كلمة دكتور عيب ذكرها في عمومها، في كلمة ذكرها القاضي عياض في كتابه العظيم الشفاء في حقوق المصطفى، ذكرها عن إمام مالك الذي ذكرها عن عمر بن الخطاب. قال عمر بن الخطاب: بأبي أنت وأمي ونفسي يا رسول الله، لقد دعا نوح على قومه دعوة فهلكوا عن آخرهم. قال إيه؟ رب لا تذر على الأرض من الكافرين، كل أهل الأرض غرق،
لقد دعا، ده كلام عمر بن الخطاب، لقد دعا نوح على قومه دعوة فهلكوا عن آخرهم، ولو دعوت علينا مثلها لهلكنا. صحيح. لكن أبيت يا رسول الله إلا أن تقول خيرا، قلت اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. يعلق القاضي عياض يقول لم يعفو النبي عن أمته مع أنهم عذبوه فقط، بل اعتذر لهم أمام الله، قال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. أمة النبي صلى الله عليه وسلم، إحنا آخر أمة وإحنا أول أمة يوم القيامة، كما في الصحيحين قول النبي صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون الأولون يوم القيامة. أنا عاوز قبل ما نختم يا دكتور غريب نسمع كلمة الناس تفرح إنها من أمة النبي. أول أمة تحاسب. نعم. لتتخلص من هول الموقف. نعم. أول أمة تجوز الصراط. نعم. أول أمة تدخل الجنة. نعم. يفتح النبي باب الجنة فيدخل ويدخل الأنبياء، وتأتي أول أمة تكون أمة النبي صلى الله عليه وسلم. حفظها الله تبارك وتعالى من الغرق. نعم. حفظها الله تبارك وتعالى من المجاعات. نعم. إن مجاعة تأخذها كلها، تشمل الأمة كلها. حفظها الله تبارك وتعالى من الهلاك. من الهلاك، أن يهلكها عدو، أن يهلكها عدو، أن يأتي عدو من غيرهم يستبيح بيضتهم. نعم. حتى تكونوا أنتم يعني اللي يحصل الخلل من جوة أمة النبي عليه الصلاة والسلام. فأمة النبي أمة ميمونة، أمة مباركة. نعم. نعمة عظيمة جدا جدا إن إحنا من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. والله أنا يعني أنا أريدك أخي الحبيب إنك تنظر إلى الكنوز التي أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم لك، والحسنات اللي بتضاعف والأجور اللي بتزداد، كل ذلك لأنك من أمة النبي عليه الصلاة والسلام، لتقول من قلبك الحمد لله أننا من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، أمة لا يبدل لها دين ولا يغير لها طريق، أمة قد تكفر الله بحفظ كتابها، أمة يجمعها الله جل وعلا في الجنة مع نبيها، أمة أعد الله جل وعلا لها ما لم يعد لأي أمة أخرى. فالحمد لله أننا من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله أولا وآخرا، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم على نبيه المصطفى، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المولى لا ينسى عبدا، يعطيه نعيما يتبدى، فاذكر لله فضائلا لا تنقض للمولى عهدا، واشكر وقدر نعمته، لا تنسى العفة والحمد، واحفظ للنفس كرامتها، علمها التقوى والزهد.